موضع المملكة العربية السعودية بحضور وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد السيد جبرة الناس ومسؤول البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة زمهريتا يوهنس وأعضاء السفارة في المملكة. وقدم طلاب المدرسة العالمية الأمريكية مراسيم الافتتاح الذي حضره على الأركين عروضا تبرز الموارد الطبيعية والمواقع السياحية في البلاد إضافة إلى الرقصات الشعبية والأزياء الوطنية. وقال سفير روسيا في المملكة العربية السعودية سيد محمد عمر محمود في الكلمة التي ألقاها أن مهرجان هذا العام ينظم والبلاد تشهد إرساء الأساس المتين للإعمار مؤكدا بأن مسيرة بناء وطن مزدهر تخطو قدما بوتيرة عالية لتضافر جهود الشعب في الداخل والمهجر وقوة دفاعه. وأوضح عن إعجابه وتقديره بالأنشطة الثقافية والوطنية التي قومت بها الشباب الأرسي داعيا لتعزيز دور الآباء في هذا المجال وأحيت فرقة بيشا الفنية التي توجهت من أرسي حفلا فنيا في مراسيم الافتتاح. عقد فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم شمال البحر الأحمر مؤتمر الثاني يوم 8 و9 من أكتوبر في مدينة المصوعة تحت شعار "المعزز الجهود لبناء الجيل المستقبل". وأوضح مسؤول الفرع السيد أحمد جعفر في التقرير الذي قدمه عن تنظيم الأنشطة في السنوات الثلاث الماضية بالتركيز على تقوية تأطير ووعي الشباب والحفاظ على قيم المجتمع وتبادل التجارب والتعرف على المناطق التاريخية وإنفاذ برامج التنمية وغيرها. قضايا الوعي السياسي والتعليم والثقافه والتراث وثقافه العمل وتاثير الشباب. كما ناقش جهود انجاح مسيره التنميه وتحقيق اخطائها وتنميه قدرات مهنيه الشباب في مجالات الصحه والتعليم والابتكار والاقتراع والانشطه الثقافيه والرياضيه بالاضافه الى الجهود التي جرت من مختلف المؤسسات الحكوميه. واصدر المؤتمر قرارات وتوصيات تقييم متواصل لدور المؤسسات الحكوميه والجبهه تجاه الشباب وتنظيم تنادي منتظمة وقيام بالتعبئة المستمرة لإرساء أهمية التعليمية والمعرفة في الشباب وتمهيد أراضي أو تمهيد أرضية للصحة لوصول الشباب على مصدر دخل وإعداد كتب حول الشباب. وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد سلطان سعيد بالكلمة التي ألقاها عن ثقته لمساهمة المؤتمر للتعرف على تحديات الشباب وإيجاد الحلول لها داعيا إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة. وأكد الحاكم وتقنيم شمال البحر الأحمر السيدة تغادر والدة قرقيشة بأن برامج التنمية التي نفذتها في السنوات الماضية تفرز قدرة العمل لدى الشباب مشيرة إلى أن مسؤولية تنمية قدراتهم تقوى على الجميع. كشف عملاء صندوق إدارة الفخار